لا شك أن الشباب هم عصب الحياة في كل الدنيا. تعتمد شعوب العالم على شبابها في تنمية وتطوير الحياة عموما والأنشطة الاقتصادية خصوصا، خاصة وأن الشباب هم يعني يحملون طموح كبير بالعبور إلى الضفة الأخرى من الحياة، ضفة النجاح والتميز. زي ما استمعنا لآراء ومواقف و الإدارة الأهلية والمواطنين في سوق مدينة توكر، كان لابد أن نلتقي شبابها وهم عليهم التكل وعليهم الاعتماد يعني لمستقبل تطوير هذه المدينة. في ضيافة أحد الشباب الفاعلين في مجتمع مدينة توكر الأستاذ كامل محمد نور، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، ونحن يعني نتشرف بهذه الزيارة ونعتبرها زيارة تاريخية لتوكر. وتوكر هي يعني زي ما يقولوا سودان مثقف، فيها كل ألوان الطيف من الشعب السوداني. وتوكر فيها مشروع زراعي كبير له تاريخ حافل. وتوكر يعني كان برضو فيها يسكنها قبائل العالم المختلف. كان فيها أستاذ يعني كامل، يعني نحن قبل ما نسأل عن حياة الشباب في محلية توكر أو مدينة توكر، أنا دار أوجه لك يعني دار أوجه لكم أنتم اتهام مباشر يعني لشباب المنطقة دي، إنه ما ساعدتوا ولا بذلتوا أي مجهود في إنكم تنقلوا للإعلام معاناة هذه المدينة، رغم إنه المدينة دي عندها فضل كبير جدا على السودان. والله الاتهام ده مقبول جدا جدا. يعني طبعا توكر المعاناة تمت فيها والإهمال تم فيها. يعني الإمكانيات توكر تعاني، يعني براكم يعني أنتم جيتوا داخلين عند إشكالية بتاع 17 كيلو. عندنا الوسائط الإعلامية جاتنا متأخرة في توكر، رغم أنه هي مدينة تاريخية وقديمة، لكن طبعا الآن فيها صحوة تنموية بدت يمكن من أخونا الوالي السابق شنقراي. دخلت توكر بها الكهرباء. أنت شنقراي ده من توكر ولا شنو؟ شنقراي ما من توكر، لكن يعني يعرف تاريخ توكر وقدم لتوكر بأنه لابد تخشها الكهرباء. توكر خشت المويه سنه 1928، وكان فيها يعني سينما، وكان فيها دور رياضه، وكان فيها انديه رياضيه، لكن اهملت. والاهمال ده نتج لانه المشروع الزراعي بقى يمشي في تدني. بس شباب توكر بيشتغلوا شنو يعني؟ شباب توكر يعتمد اعتماد كله على الزراعه، لانه المشروع ده هو صمام امان البلد دي وحمام الولايه. يعني يزرعوا ومع الزراعة ينتجوا برضو الثروة الحيوانية، يعني يحاولوا يربوا البهائم. نعم. أيوة ماشي. نعم. أنتوا كشباب في مدينة توكر طموحاتكم شنو؟ والله نحن طموحاتنا طبعا الطموحات سقف مفتوح وطموحاتنا كبيرة، لكن طبعا نتمنى أنه أول توكر دي يعني تنعم. أول مشكلة تواجهها توكر 17 كيلو مشكلة الكهرباء تحلت. نحن طموحنا انه توكر تبقى مدينه يجب فيها امتداد سكاني، لانه الاجيال بقت تتكاثر. على ذكر الاجيال اللي بتتكاثر، أيوة. عرفنا انه هي عباره عن سودان مصغر، يعني سودان بيكون مصغر. عدد كبير أيوة. جدا من كل انحاء السودان ومتعايشين مع بعض في سلام ووئام. نعم. انتوا كشباب في مدينه توكر ليه ما قدرتوا تنقلوا تجربه التعايش السلمي؟ نعم. في المدينه دي لبقيه انحاء شرق السودان اللي بتطحنها النزاعات القبليه. والله نحن في توكر تقريبا زي ما قلت المدينة المثالية للتعايش السلمي على مستوى السودان. خدنا كم مبادرات، لكن طبعا دائما يعني الوضع بتاع مدينة توكر اتأثر بالصراع الدار في الإقليم الشرقي، لكن نحن في داخلنا لا زال التعايش السلمي موجود بيناتنا. وتلمنا هي يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أسرة واحدة. الحراك المجتمعي والثقافي والرياضي في مدينة توكر والله يتوقف، لكن الآن في خيرة من شباب توكر قايمين بتفعيل اتحاد كرة القدم يرجعوه. وعندنا مركز شباب توكر هو نادي الصبيان، كان قصاد مركز أم درمان. مركز شباب أم درمان. شباب أم درمان الآن تقريبا جات يعني منحة تقريبا حيتم صيانته، والأندية الرياضية تقريبا بدأت في تسجيل، وحيبقى في انطلاقة رياضية في توكر، لأن الرياضة هي الحل الأمثل للتعايش السلمي. نعم أستاذ كامل، أمنياتكم شنو؟
والله أمنياتنا أول نسأل الله يعني الأمن والاستقرار لهذا البلد، وأنه السودان يمر بمرحلة صعبة جدا جدا، أنه يعني الأمن والاستقرار والرخاء ويرفع مننا يعني البلاء والفتن والحاجات دي. اللهم امين. شكرا جزيلا للاستاذ كامل محمد نور من شباب منطقه توكر. شكرا جزيلا. الله يخليك. عندنا اشاده، نحن والله يعني في توكر مرينا بفتره في قبل سنه ولا سنتين بفيضان خشى المدينه. الفيضان ده عانى منه انسان توكر لما يعني هدم البيوت. وجاتنا منظمات الدولة، نادت كل المنظمات المحلية والأجنبية، فما كان في ملجأ إلا أنه نلجأ للقوات المسلحة. ده واجب القوات المسلحة. ده واجبة. نعم. لكن إحنا لابد أن نسجل لها صوت شكر. من لا يشكر الناس لا يشكر. رغم أنه القوات المسلحة عند قانون ممنوع التصوير والاقتراب، المنطقة العسكرية ما يخش مواطن. فتح لنا الحامية وأولينا ناسنا وأولينا المنظمات جاتنا وكانوا سند وعضد لنا في الفترة الفاتت دي. بس من باب أذكر المحاسن يعني، ونسأل الله ربنا يرد أهل توكر الجميل للقوات المسلحة. شكرا جزيلا أستاذ كامل محمد نور. شكرا جزيلا. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان. اشتهرت مدينة توكر ومنطقة توكر تحديدا بالتمازج السكاني الكبير، كما انها تعتبر منطقة لكل قبائل شرق السودان التي تستوطن هذه المدينة وتنتفع من خيرها ومن ارضها. يتشاركون هنا الماء والاكل والذكريات الطيبة التي جمعت اهلها. للحديث عن مجتمع مدينة توكر و مستوى التعايش السلمي الكبير الذي يعتبر تجربة فريدة في مجتمعات شرق السودان التي غرست النزاعات الأهلية والعشائرية خنجرا مسموما في ظهر وحدتها. مع نحن في ضيافة عمدة مجموعة الشعياب أو قبيلة الشعياب الأستاذ هاشم أوكي. حقيقة أول نشكركم أنتم قناة البلد، وبعمركم نشكر كل القناة الحريصة على رفع قضايا السودان، وهي قنوات التي تعتبر نفسها هي سودانية. نعم. أستاذ السيد العمدة، يعني أول حاجة قبل ما نبدأ نتكلم عن مجتمع مدينة توكر، خلينا نتكلم عن قبيلة الشعياب. من هم الشعياب؟ حقيقة قبيلة الشعياب هي إحدى من قبائل البجة السكانية التي تسكن في كل ولايات الثلاثة الشرقية. هي دائما يعني قبيلة رعوية زراعية تسكن في سواحل البحر دائما، وتحديدا في محلية توكر هي تتواجد في ساحل البحر، هي يعني منطقة الديب والترنكتاك ومنطقة الهريس ومنطقة كامياي وكالوتيب ردد وأبوريش والتيب وحلوة ودب سالم وإيلة، وهي المناطق التي تتواجد فيها يعني هي مناطق ساحلية. نعم. دائما هم يعتمدون على الزراعة والصيد السمكي والرعي. أستاذ هاشم، أسباب النزاعات القبلية في شرق السودان؟ حقيقة هو الحقيقة السودان زي ما قلت لك بقعة صغيرة والناس أحل، لكن السياسات الموجودة والتغيير الحصل يعني افتكروا الناس في السودان اتفكت. أنا في هذه الثانية أشكر القوات المسلحة ودول القوات المسلحة حفظهم للأمن والاستقرار بتاع البلد. أنه أي زول زمان يعني مقفول له الباب افتكر أنه السودان اتغير وهيشتغل بنفس سياساته هو الفراسة. لكن كما ذكرت لك يا السودان محروسة من المنظومة الأمنية. أنا افتكر يعني أي زول داري يتطلع خارجي أو داخلي في الوضع السودان الحالي افتكر ما يلقى مساحة. نعم. أمنياتكم شنو العمدة هاشم؟ والله حقيقة
انا اتمنى اول حاجه السودان تكون مستقره وامنه، والمشاكل والصراعات الفارغه ما لها معنى تجيف، والناس كلها تبقى في امن وامان. نعم، شكرا عمده الشعياب المحليه توكر الاستاذ هاشم اوكير. شكرا لك هاشم اوهاج. هاشم اوهاج، هاشم اوهاج، شكرا لك كثير. شكرا، وامنياتي انا ان يعم الامن والاستقرار في شرق السودان. تحدث مواطني منطقة توكر كثيرا عن استقرار الأوضاع في هذه المدينة واستقرار الأمن والسلم المجتمعي، كما تحدثوا أيضا وجأروا بالشكوى من العديد من سياسات الحكومة المركزية في الخرطوم وإهمالة لمشروع دلتا توكر وإهمالة لهذه المدينة المعطاء التي أمدت السودان يوما وشرق السودان بالكثير والمثير. كان لابد من طرح قضايا المواطن على القيادة العسكرية لمحلية توكر، قيادة اللواء 46 مشاة سعادة العميد ركن دفع الله الريح الفضل قائد اللواء 46 مشاة. أهلا وسهلا سعادتك. مرحبا بكم، مرحبا بالقناة البلد في هذا البلد الطيب. منطقة توكر طبعا كما معلوم هي منطقة تاريخية ومنطقة إنتاج وزراعة. نعم، تحدث المواطنين كثيرا عن فيضان العام الماضي اللي حصل في محلية توكر ويعني تضرر منه المواطنين، لكن برضو تكلموا عن مجهودات كبيرة قدمت القوات المسلحة للمساعدة في تخفيف وأثار هذا الفيضان على منطقة بعيدة ونائية زي دي. أكيد بلا شك الحكومة المركزية ما قادرة تصل لها، تدابيركم شنو أنتوا في القوات المسلحة لعدم تكرار هذه المأساة في خريف هذا العام، وعملتوا شنو لتخفيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فعلا سنة 2020 تعرضت هذه المنطقة إلى سيول جارفة وأدت إلى تدمير 60% من المدينة، وكادت المدينة أن تروح لولا الجهود التي بذلتها القوات المسلحة مع المواطنين في درء آثار الفيضان وتصريف المياه وعمل الردميات، بالإضافة لإغاثة 14,000 أسرة كلهم وصلتهم الإغاثة، وتغيير كثير من المواقع وفتح ممرات، وفوق هذا وذاك استطعنا بحمد الله وتوفيقه أنه نحفظ الأمن الاجتماعي ولا التدابير اللي اتخذتها القوات المسلحة شنو عشان الحادثة دي ما تتكرر هذا العام؟ يعني انت طبعا هل انتوا واضعين خطة لخريف هذا العام؟ طبعا احنا هنا بنشتغل كلجنة الطوارئ والقوات المسلحة من ضمنها، بالإضافة للمحلية وبالإضافة للمواطنين، فهذه اللجنة بتعمل خطة بتاعت ري مع إدارة المشروع ومتجيب عليها نحن كقوات مسلحة بالإضافة لمكونات المحلية كلها، وهذه الخطة بتترفع لها ميزانية وبتم فيها إعداد كامل لتصريف المياه وللري في الدلتا. فهذا العام حتى الآن يعني يمكن تكون البدايات متعثرة، لكن لسه الزمن طبعا قدامنا، المفروض يعني حد شهر 3 و4 تبدأ خطة الري الجديدة. نعم، المشروع دلتا توكر يعني نتكلم عن المشروع الآن هو معطل تماما أو نسبيا، وهم ما قادرين يستفيدوا منه انتشار غابات المسكين داخل المشروع. ليه ما حاولت القوات المسلحة إنها عبر إمكانياتها تستفيد من المشروع ده لصالح المواطن؟ والله القوات المسلحة عندها مبادرات في هذا الصدد، ويمكن المؤسسة العسكرية التعاونية طرقت أنه تعمل مصنع صلصة هنا، لأنه طبعا في إنتاج كبير جدا في الطماطم وكله بيبوظ، فالقوات المسلحة كان عندها مبادرة أنه تعمل مصنع بتاع صلصة هنا. كذلك المؤسسة الزراعية برضو طرقت هذا الباب، ونحن الآن بصدد أنه نعمل تواصل مع إدارة المشروع حتى تخصص بعض الأماكن الممكن زراعتها. لكن طبعا هنا الأرض محتاجة حقيقة لمجهود كبير جدا خاصة في إزالة المسكيت.
الأوضاع الأمنية في محلية توكر يعني إحنا لاحظنا إنه ما شفنا لنا أي ملمح من ملامح الانتشار الأمني في المحلية أو في المدينة دي خلال جولتنا، واضح إنها هي مستقرة تماما من الناحية الأمنية. أحكي لنا عن تجربتكم في مسألة. بحمد الله وتوفيقه نحن يعني بفضل الله وبتلاحم المواطنين مع القوات المسلحة ولجنة الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى استطعنا أن ننأى بهذه المحلية عن كل الصراعات القبلية الموجودة في الولاية شاهدتها الفترة الفاتت، وكذلك استطعنا أن كل المشاكل الممكن تسبب تعكر الصفو الأمني نحلها في مهدها، يعني يمكن حتى قضايا القتل اللي نحن نقعد فيها ونحلها بالجودية. هذا يرجع أول حاجة لأنه هؤلاء المواطنين يعني لهم تقدير كبير جدا جدا للقوات المسلحة ولهم تواصل عالي جدا للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة لمستوى التعليم هنا مستوى جيد في المنطقة، الإدارات الأهلية لها دور كبير ومسيطرة على الوضع، ده كله تضافر مع لجنة أمن المحلية أدى إلى استقرار وأدى إلى نأي المحلية عن الصراعات التمت في الولاية. نعم لاحظنا برضو سعادة العميد أنه المحلية معافاة تماما من مسألة النزاع القبلي الذي ضرب شرق السودان مؤخرا. أحكي لنا عن تجربة أهل هذه المنطقة وأنت قادم من منطقة أخرى، جابتك القوات المسلحة المنطقة دي، أكيد أنت في شخصك بتكون طرف محايد بتراقب الأوضاع بنظرة بعين ثالثة. المشروع الاجتماعي لأهل هذه المنطقة خلاهم هم قادرين يتعايشوا مع بعض بالشكل الجميل ويشكلوا اللوحة الزاهية اللي احنا شفناها في محلية توكر. والله أولا هو طبعا مشروع عريق أقدم من مشروع الجزيرة، والمدينة مدينة عريقة أقدم من مدينة بور السودان، والأجناس اللي فيها أجناس كثيرة جدا يمكن أكثر من 30 قبيلة، والتداخل فيها تداخل كبير كان بربطهم المشروع وما زالوا محتفظين بهذا الإرث. القوات المسلحة حقيقة يعني مندمجة تماما مع المواطنين، ويمكن بيسهل كل العمليات اللي بتساعد على استتباب الأمن بصورة ممتازة، وده زي ما قلت من المساهمات الكبيرة جدا اللي بيقدمها المواطنين في احترامه لجيشه. فيمكن المناسبات بتشهد هنا ده يعني انصهار كامل لكل المكونات بتاعت المحلية. المستوى التعليمي أيضا بيختلف عن معظم المحليات بتاعت الولاية، ده ساهم في أنه يعني الناس تكون متداخلة ومتعايشة. أيضا الإرث القديم بتاع المشروع خلى الناس يعني عندها ثوابت في التعامل والتعايش في المنطقة. نعم سعادة العميد دفع الله الرايح الفضل، نحن حصلنا على أمنيات المواطنين، ما هو الوعد الذي سنخرج به منكم إليهم؟ والله الوعد الذي نخرج منه إن شاء الله نحن معهم في كل صغيرة، زي ما قلت اليوم إذا تحركت خطوة أنا هتحرك خطوتين في مجال الأمن، وكذلك إن شاء الله القوات المسلحة منفتحة على قضاياهم خاصة فيما يتعلق بإدارة المشروع والاستثمار الزراعي والتطوير الزراعي في المشروع، ونحن طرقنا مؤسسات القوات المسلحة الاستثمارية حتى أنه تساهم، بالإضافة لأنه أيضا نحن كليوة عندنا برضو مساهمات في حفر الآبار وفي تسهيل لكل المستثمرين اللي بيجوا وتسهيل لكل عمليات التنمية في المنطقة. نعم شكرا قائد اللواء 46 مشاة بمحلية توكر سعادة العميد رقم دفع الله ريح الفضل. شكرا جزيلا بارك الله فيك. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان. والشمس تغادر كبد السماء، اتخذنا طريق العودة من محلية توكر ومشروع دلتا توكر الزراعي. غابت الشمس بينما ينتظر أهل توكر أن تشرق شمسهم من جديد. هذا المشروع الذي يعتبر الآن عبارة عن قصر مشيد وبئر معطلة، هجر أهل توكر الزراعة بعد نتاج للسياسات الحكومية الخاطئة التي اتخذت خلال السنوات الماضية وغيرت أنماط الحياة هنا في هذه المناطق والمدن المنتجة. حملنا أهل مدينة توكر ومشروع توكر الزراعي كثير الكثير من الأمنيات بأن تعود بلادهم إلى سابق عهدها، وها نحن نضم أمنياتنا لأمنياتهم دهر منطقة توكر مرة أخرى.